اهتم بأهمية يعني عقد المؤتمر هذا السنوي، مؤتمر منتدى المجلس الأطلسي للطاقة في منطقة هي محطة انظار العالم للطاقة. منطقة الخليج العربي والصناعة النفطية دائما لها تأثير على أسواق الطاقة العالمية، والتغييرات يعني الذي تحدث وتأثيرها على الأسعار هي حقيقة يعني ليست يعني متغيرات جديدة. دائما أثبتت المنطقة قدرتها على خلق التوازن المطلوب في أسواق الطاقة العالمية، وقدرتها على تجاوز يعني بعض الظروف التي في بعض الأحيان كثير من المحللين وكثير من المضاربين حقيقة في قطاع الطاقة يعني يستخدمونها لتعظيم مكاسبهم. الحمد لله يعني الأوضاع مستقرة، والحضور الكبير هذا اللي شفناه في المؤتمر والمشاركات التي حدثت خلال الأمس واليوم كلها يعني تبين يعني الطموح والارتياحية التي يعني يعبر عنها المشتغلين في أسواق الطاقة العالمية والمحللين والكثير من الخبراء على أهمية حقيقة هذه المنطقة.